شوية من الأكل، ده احنا لسه جايين ملحقناش حتى هنعمل حاجة. ماما أنا نازلة المية. ما تروحي وأنا ماسكاكي. لو سمحتي عايزه الدواء بتاع جوزي. اسمه ايه يا فندم؟ اسمه الحاج متولي. اسم الدواء يا فندم مش اسم جوزي. اسمه ايه يا بنتي يا اعتماد؟ اسمه ايه؟ الصراحه مش فاكره اسمه ايه. لازم اسم الدواء يا فندم عشان اجيبه لحضرتك. امال انتي دكتوره ازاي ولابسه برضه؟ بصي هي علبه لونها ابيض فاتره يا مدام، في ياما ادويه علبتها ازرق فابيض. امال ازاي انتي دكتوره وبتلبسي برضه؟ مش عشان تعرفي كل الادويه؟ يا مدام انا عارفه كل الادويه، بس انا مش عارفه حضرتك انتي عايزه ايه. طب بصي بس على الادويه وان شاء الله هتعرفي. يا مدام لازم اسم الدواء عشان اعرفه. بصي هو الغطا بتاعه لونه بحلوقي. ايه بحلوقي ده؟ مفيش لون اسمه بحلوقي. بصي هو في حرف الميم والعين. مفيش ادويه بحرف العين اصلا يا مدام. يعني ايه مفيش دواء بحرف العين؟ امال انتي ازاي دكتوره ولابسه برضه؟ يا مدام الأدوية كلها بالإنجليزي مفيهاش حرف العين. أمال إيه اللي قدامي كده؟ دي علبة كمامات يا مدام. يعني أهو عندكم حاجات بحرف العين. علبة كمامات عين عين. أنا مش عارفة أنتي إزاي دكتورة وبتلبسي برضه. خلاص يا مدام أنا معرفش حاجة، بس لازم اسم الدواء. يا دكتورة يا اللي بتلبسي برضه ركزي معايا شوية. يخرب بيت البرضه تاخدك تلبسي البرضه، يمكن تفتكري اسم الدواء. لا الجو حر، خلي لك انت البرضه يمكن ينفعك. ايوه افتكرتي اسم الدواء. لا افتكرت اللي انا عندي ازازة منه في التلاجة. شكرا يا دكتورة. السلام عليكم. يلا يا سوسو يا جميلة عشان افصص لك السمك واكلك. انا عايزة افصص السمك لوحدي يا ماما. لا يا سوسو انت لسه صغيرة. لا يا ماما انا كبرت خلاص، انا عايزة افصص السمك لوحدي. يا بنت السمك فيه شوك، افرضي فيه شوكة وقفت في صورك نعمل احنا؟ ماليش دعوة ماليش دعوة، اسمعني يا حبيبة وفرحة بياكلوا لوحدهم ماليش دعوة.
السمك الجميل اللي انا بحبه. نشفتي دمي منك لليل عشان بعد كده تسمعي كلامي وتسيبيني افصصلك السمك. الله اكبر بنتي يا حبيبه، طالما امك كده بتقول الله اكبر بصوت عالي يبقى في حاجه مهمه. روحي بسرعه شوفي في حاجه على البوتاجاز احسن تتحرق. حاضر يا تيه. هيقول البوتاجاز كلها مطفيه يا تيه. الله اكبر. طب روحي بصي ان البلكونه احسن يكون في حد بينادي واحنا مش سامعينه. حاضر يا تيه. ننزل فيديو جديد يجيلكوا اشعار وتتفرجوا عليه.
تنسوش يا أصحابنا الحلوين تعملوا شير للفيديو، يعني تبعتوه لأصحابكم. السلام.